تقديم يعني النصائح والإرشادات خاصة لمكاتب الدراسات عندما يجوا يسقسوا يعني على شهادة المطابقة، كيفية الحصول عليها. احنا رجال الحماية المدنية والحماية المدنية ترافق هذوما مكاتب الدراسات والمنشآت تاعهم منذ يعني تكون على الورق حتى يعني خروجها إلى أرض الواقع، وثم يعني بعد الإنجاز اللي يكون هناك زيارات لرجال الحماية، زيارات وقائية لرجال الحماية المدنية، باش تكون هذه المنشآت يعني قادرة باش تستقبل الجمهور ولا باش تبدأ العمل تاعها.